حق لا تتكبر، فالله أكبر. ولا تتكابر فآخرك المقابر. وكن عظيما ودودا قبل أن تقل عظما ودودا. أقول لك يا ابن آدم، اعلم علم اليقين بأن الدنيا هي ثلاثة أيام، الدنيا هي ثلاثة أيام، يوم مضى ولن يعود، واليوم نعيشه ولن يدوم، وغدا لا ندري أين سنكون. هذه هي حقيقة الحياة، وهذه هي طبيعة الدنيا. نرى عزاء هنا وفرح هناك، ولا بد لمن ولد فيها أن يرحل، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد رحل وقال له ربه: يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. ونحن في ليلة تكريم الأم الراحلة، الأم الكريمة التي ربت فأحسنت التربية، ونحن في ليلة تكريمها، ولكن الله عز وجل يكرمها في السماء. أيها الأخوة المؤمنون، الأم هي الشمعة، والأم هي المصباح. إذا ماتت الأم انطفأت الشمعة، وإذا ماتت الأم فقد أطفئ هذا المصباح. إذا ماتت الأم فقد حرمت من أجمل كلمة على لسانك في هذه الحياة، وهي كلمة أمي. إذا ماتت الأم ينادي عليك مناديا من قبل السماء، ويقول لك: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل لنفسك صالحا نكرمك من أجله. فأسأل ربي تبارك وتعالى في علاه أن يرحم الأم الراحلة بواسع رحماته، وأن يسكنها فسيح جناته. وحتى لا أطيل على حضراتكم، لأنني أرى خلفي قد صعد منصة التلاوة ذلكم العلم القرآني، وابن العلم القرآني الإذاعي، صاحب الأدب وصاحب الأخلاق وصاحب الواجب، الذي كلما التقينا به في أي مكان نسعد به دائما في كل مكان وفي كل زمان. إنه سليل البيت القرآني، صاحب الأدب والأخلاق الحميدة، ذلكم العلم القرآني والمبتهل الإذاعي، والذي نستمع إليه قريبا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة. فليتفضل السيد صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى وجنة عرضها السماوات والأرض
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين للناس
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم شهداء والله لا يحب يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون سيجزي الله الشاكرين.
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا الله
الله يحب الصابرين والله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله يحب المحسنين صدق الله العظيم حقا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية إذ العبد لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان النبي الهاشمي حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي وهكذا مستمعينا الكرام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة بصوت العلم القرآني الإذاعي مولانا الشيخ محمد أحمد حميدة في ليلة تكريم الأم الراحلة والمربي الفاضلة رحمة الله عليها فقيدة عائلات القط وعائلات أبو رشيد وهم كالشجرة المثمرة الذين يقفون على قلب رجل واحد يتقدمون لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير والعرفان اشكر ايضا
صاحب هذا القصر الذي شيد إدارة الأستاذ علي الأسود المقيم ببنتف. أشكر أيضا صاحب الهندسة الصوتية ولؤلؤة الإنارة إدارة الحج عطية دنة وأولاده والمقيم بالزقازيق. أشكر واجب الضيافة المتميز إدارة أحمد الفار والمقيم بقرية التلين. كما أشكر أيضا صاحب الشبكة العنكبوتية وصاحب موقع التواصل الاجتماعي إدارة الأستاذ ناصر صلاح والمقيم بالزقازيق.